سليم، انت صاحب مقهى اليوم في الصباح توجهوا لك عوين الامن وقالوا لك معناتها بما يفيد انه يلزمك تسكر. معناتها كان تحكي لنا باكثر تفاصيل شنو اللي صار بالضبط؟ والله حلينا عادي، احنا عنا ايامات العام الكل كيف انا في اطار حريه شخصيه نتاع كل مواطن، يحب يفطر يحب يسهر يحب يشرب يحب يلبس حاجه عاديه استنسنا بها حياتنا الكل. اليوم ما غير سابق عليه ما غير حد شيء، جيت البوليسية قالت سكر، سكرنا سويعة من زمان. من بعد جاءوا مجموعة صغيرة بتاع ملتحين يتفقدوا في الأمور، معناها كان احنا ما سكرناش يمكن راي صارت كارثة. فهمتك به. كنت تحكي لي انت المحل متاعك قديه يشغل من خدام؟ انا تقريبا 20 خدام بالطبيعة، اليوم ما خرجوا وما يخلصوش فيه، ما يخلصوش مش شيخ مش هالرمضان، ان شاء الله الحكومه الهيئه بتاعها ان شاء الله تدبر لهم هي تخدم ولا تعطيهم شهاري في الشهر الاخير هذاك. هذا نفهم منك انه 20 خدام ممكن مش يخلصوا 10 خدام هذوما الخدمة المباشره، بخلاف الليفرور نتاع الجازوز، بخلاف المعمل اللي يخدم في القهوه، بخلاف البابي سيرفير، بخلاف السكر، بخلاف كل شيء. الايكونومي نتاع بلاد كلها تدور، وعندنا ديزيترونجي وعندنا ديزافريكان وعندنا ناس مرضى ليبي يداويو في المساحات المجاوره، وعندنا البنك الافريقي للتنميه لهنا زاد كله في حي مصر كلهم يسكنوا لهنا. معناها امور عشوائيه ولات وفوضى، تسمى عندي انا فوضى هذيا. بس يمكن تحكينا باكثر تفاصيل عوين الامن كي حضروا لهنا، الخطاب نتاعهم ولا التصرف نتاعهم كيفاش كان بالضبط؟ تقولش عليها اورجونس، معناها اون ايتا داليرت، الكهرباء في وسط الكياس، هبطوا يجري، معناها اون ديري فما اون اورجونس، فهمت؟ كان واحد كلمهم على براكاج وعلى السرقه وعلى حاجه راهو جاو يتمشاو، وانا صارت لي قبل المشاكل وكلمتهم يجيو يتمشاو خطوه خطوه. وفي حاجه كيما اليوم، معناها ناس تبيع في قهوه جايين يجريوا هادين، تقولش فما باهي. كان نرجع شويه لتالي ونحاولوا نعملوا كومباريزون، معناتها من هنا في السنين اللي تعداو مقارنه بسنين خدمته قبل وما كانش فما قلق. انا واحد من الناس خدمت 4 سنين هذا الخمس، عامين عادي، معناها كيما سير الايام جوست نسكروا الباب نحطوا دي زافيش، معناها باش ما نقلقوش العباد اللي هي صايمه داخل في الصاله، ما نقلقوا حتى حد. العامين في 2009 و2010 طلبوا منا باش نعملوا مطلب للولايه نفسروا فيه الاسباب نتاع علاش احنا نحبوا نحلوا. اللي احنا مثلا عندنا كريدي، خدينا كريدي باش نحلوا ريستوران، عندنا برشا موظفين، عندنا ديشارج كبار، وافقونا معنا بكل سهوله، حاجه فورماليتي شكليه، المطلب شكلي كان. معناها السنة ديجا احنا كنا حاولنا اتصلنا بوزارة الداخلية فماشي ما يوفر لنا معلومات، بالنطق الرسمي على وزارة الداخلية فماشي ما يوفر لنا معلومات، ما كانش متوفر. ما فماش قانون يسمح، ما فماش قانون ما يسمحش، ما فما حتى شيء، ما فماش علاش، ما قلقنا حتى حد، هذه في إطار حرية الشخصية، ماهيش حاجة كبيرة ياسر، معناها واحد باش ياكل في رمضان كو سوا مريض كو سوا مسلم أما مش متدين مش براتيكان، معناها حاجة عادية ماهيش حاجة كبيرة ياسر. الفرض نتاع الصيام مانيش باش فيلسوف نتاع الدين أنا، مي متخيل أنا كان إذا كان اليوم باش يفرضوا علينا باش ما ناكلوش، غدوة باش يرى واحد في الشارع ما يصليش، كيما في السعودية باك الصوت نتاعهم يا امشي صلي امشي صلي ويسكروا الواحد 5 صلوات في ديجا في نفس الاطار هذا. انا كنت حاضر وعاين ديجا، انا شخصيا شفت اللي فما مجموعه من الملتحين كانوا توجهوا اليوم للقهوه لهنا. حبيت نسال سؤال، المجموعه هذوما اسكو معناتها معروفين جاوا قبل؟ ما عندناش احنا في الحي بتاعنا، ما عندناش انواع هذيا بالكل، ما عندناش بالكل ما عندناش، فهمتش احنا يمكن جايين من احياء مجاوره ولا حاجه، احنا شنو الهدف نتاعهم شنو باش يربحوا؟ معناها لون ديبا مش نتاع مش موضوعنا باش نقول لك انا ربي حاسب من بعد وهما باش يجيو لهنا باش يربحوا فينا ثواب زعما باش يهديونا. بالعكس انا يلزني هذا باش واحد يبدا فريستخي يمكن يولي يعمل حاجات اخير من انه يفطر. اول نهار في رمضان جيت موجود ديجا قدام ريستورون وفما معلومه تقول اللي في جاي وعوامل الامن سكروه وما خليهوش محلول، انت شنو رايك في اللي صاير هذا؟ انا ما عنديش راي، انا رايي نحب ناكل هكا. نحب ناكل ما مستانسش بالصيام، انا ديجا مانيش والد في تونس، معناها ذيك حاجه ما تولدنا لقدرنا، يفطر الناس كلها تفطر، جيراننا يفطروا،
استنست هذيك ساعه ما تربيتش في تونس، متربيش على الاساس باش مثلا باش نسيم ولا باش نتعلمك لي حاجاتك لي باز نتاع السيام وحاجات ما نزمش. الور جي باش نفطر هكا، كل واحد يختار دينه، انا باش نتحاسب مش هو باش يتحاسب. هو البلاد داخله بعد وخايد، احنا قاعدين نخدموا في خدمتنا اوتروتر من شيرات اخرين اي اون فافوار. من بعد ما وصلناش للريزلتا احنا ديجا مازلنا اليوم مازال سخونه. خلينا نشوفوا احنا الساعه تحب تجي دو جور ابري من بعد ثلاثة ايام من بعد ميسالش، خلينا نشوفوا احنا. ما هو انت جيت تقول تسكر واحنا باش نجيو نقولوا علاش باش نحكي ساعه. ومن بعد كي نعطيك انا اون فيرسيون تاع علاش سكر وعلاش حليت ولا علاش سكر وعلاش قد مسكر، وقت نجي نجم نعطيك كومنتير تاعي. توا شنو نقول لك؟ توا جاي وقال له سكر، مازلت ما نعرف حتى سكرت. مادام محاكم وامن لازم نسكر، ما نجمش ما نجمش انا خاطر انا نخضع عليهم. كان حال المحل وهما الكونترول، انا متابع نسمى الولايه مانيش تابع الداخليه خاطر نحاول نتشارج كل. مهما كان الداخليه والحاكم والبوليسيه هي اللي تحمي الشيره هذه، وقت انا تيلي مشكله يجيوني هما. اوكي دونك هذه حاجه. ثاني حاجه جاونا توا من غير ما قالوا لنا حتى شيء، قالوا لنا سكر. مشيت للمركز قالوا لنا عنا النوردر، قالوا سكر. جاي ان رانديفو الصباح، نمشي انا الصباح مشيت ديجا للمركز وقالوا لك راه فما اوردر، عندنا اوردر سكر. انتم الناس الكل مش انت وحدك، معناتها الناس الكل نقول نهج كل برات. حاولت تثبت شي شويه في النهج كله اسكم مسكرين كله سما لكم سنس محلوله مسكره. بون لي سي اف سي قال لهم بورتي يخدم على روحه ولا يخدم ديجا. انا بعد بور ما سي تون ريفيرونس، مادام قاعد يخدم بورتي ولا موشون بورتي مهما كان ماكله. بون ما نعرفش الماكله اسكو محلوله مش محلوله، انا ديجا زيد ماكله. انا عندي كاتيجوري سالون دو تي نيميرو 1 معناتها مصنف واحد، عندي ان انجاجمون فهمتي نتاع خدام واش 20 خدام وخلص في مليار واش كريديات. معناتها نحب نحكي لك، معناتها مش معناتها انا انجاجمون كي عندي محل كيما هكا كان ما يخدمش يدخل الفلوس، مشيت خدمتي وانا فهمتني بنوك في جرتي والناس الكل في جرتي. دونك معناتها مش مانيش نلعبوا. بون توا صارت انا بدي وقت اللي حليت جيتي بدي انا نفسانيا مانيش مرتاح. وقت اللي حليت نفسانيا مش مرتاح، الوضع اكتو في البلاد واحنا عايشين فيها البلاد الكل مسكرين. هاي مسكرين غدوة ولا بعد غدوة، غدوة ولا بعد غدوة، خرجت من نهارين اليوم جمعة ودنيا، غدوة بعد غدوة نعاود إن شاء الله نورمالمون نرجعوا إن شاء الله. فهمت؟ دونك الوضع مش مريق. البلاد أنت عايش فيها أنا وياك، أنت تو ساهل في معناتها غيزون باش تحكي على الوضع اللي في البلاد وباش تشوف ومش عاجبك أنت الوضع. بدي أنا كيف عندي ولاد صغار وعندي مرتي وعندي دين الكل، أنا ما تو با موبليجي باش نعيش أنا كما أنت تحب. نو، كي تطلع ربي واسمع، كي نعرف نبيعها ونهجر من البر. أنت تو با موبليجي باش نعيش على كيفك أنت. لحية ولا تلبسني روبا ولا واحد، انا نحب نخرج عليه في الشارع نخرج عليه. ما نخلفش ما نعرضكش ما نضربكش ما ندورش عليك واحد دابا شي. انا احترمك نحترم عندي قانون نمشي عليه، نمشي على القانون اللي موجود. انت كيف نفضل نشرب واحد انا سايما ولا جو بريجوز مع براتيكا ما وصليش من زور انا نخدم السلطه فهمتك مصلحه محلك مع 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 سعادتك ودبلوماسي نتاعك وناسك وجماعتك. انا مانيش نخدم رمضان، انا نخدم 12 شهر فهمتني. معناتها فواتر عايزك تلقى شويه مش مشكل. انت تشوف في شيء سلام مسكرين يا جماعه. لا مسكرين سكرنا بار اوبليغاسيون شويه اليوم لا مش قلق وجاو هما خرجين نسمع المقاومه. لا جيت صباح عملت قامه جاوا بعد جماعه جاوا بعد كم نهار جمعه والوضع مش باهي والناس الكل خايفه والناس الكل واحد. دونك قالوا بريفيرونس تو نستناو في ريبونس جات من الوزاره نستناو في ريبونس باش نشوفوا النهارين هذوما ومن بعد اون فافوار. مي نورمالمون نحلوا ما فماش علاش فهمت.